مساء الخير. في 12 من الشهر الجاري نفذت إسرائيل هجمات في دمشق وغزة لقتل قياديين في حركة الجهاد الإسلامي. وفي 18 من هذا الشهر أعلنت واشنطن اعترافها بشرعية المستوطنات الإسرائيلية. وعلى هذا لا يمكن إلا الاعتراف بأن هناك حدثا دراماتيكيا أثقل عيش الغزيين، وهناك ما بعد هذا الحدث انطلق من واشنطن وأثقل عيش الفلسطينيين. معركة غزة هذه المرة أفرجت عن جوانب جديدة لم تكن المعركة بين كل الفصائل من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. جرى أن العدوان طال قيادات وأهداف ومواقع تابعة للجهاد، وجرى أيضا أن الرد العسكري الفلسطيني تولته الجهاد دون حماس ودون الفصائل الأخرى. تفصيل ليس هامشيا في تاريخ القطاع منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007. قيل الكثير عن أسباب استهداف إسرائيل الجهاد دون غيرها، وقيل ما هو أكثر عن أسباب انكفاء حركة حماس عن الفعل بالنار وغيابها عن المفاوضات التي قادتها مصر وأدت إلى التهدئة. قبل هذا وقبل ذاك في غزة وقبل ذلك الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، كانت حركة حماس وعلى نحو مفاجئ ودون أي شروط قد أعلنت عن موافقتها على المشاركة في انتخابات تشريعية كان دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رام الله. تتقدم صفقة القرن بشكلها الخبيث. اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، نقلت سفارتها إليها، أوقفت تمويل وكالة غوث اللاجئين الأنروا، أغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واعترفت بإسرائيلية هضبة الجولان السورية وهي تعترف بشرعية المستوطنات. مشهد الصفقة يكتمل، نعرف أمر ذلك، وقد يجوز أن نسلط مجهرا كبيرا على حدث غزة وما بعدها. نقاش أبعاد هذا المساء مع الأستاذ محمد مشارقة مدير مركز تقدم للسياسات، ومن رام الله سيكون معنا دكتور سفيان أبو زايدي الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، ومن غزة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم والقيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، ومن الخليل الباحث في الشأن الإسرائيلي عادل شديد. معركة غزة، قراءة الحدث وما بعد، بعد الفاصل. أهلا بكم. قبل النقاش حول هذه المعركة التي حصلت في غزة، لكن أيضا قبل النقاش عن ما حصل بعد غزة، خصوصا بعد هذا القرار الأمريكي الملتبس والمثير للجدل، نواكب سويا هذه القراءة المشهدية للحدث وما بعده. تكشف معركة غزة الأخيرة عن جهوزية فلسطينية للرد فورا بالنار على خيارات إسرائيل العسكرية ضد القطاع وقادته، لكنها تكشف أيضا أن إسرائيل ومن خلال استهداف أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في دمشق وقادة آخرين في غزة تمارس هذه المرة جراحة انتقائية تفرق بين فصائل المقاومة الغزية. استهدفت إسرائيل الجهاد ربما بصفتها امتدادا فلسطينيا مباشرا لإيران، ولم تستهدف حماس أو فصائل أخرى، ربما أيضا بصفتها امتدادا لمراجع إقليمية أخرى. بيد أن اللافتة في مواجهة غزة الأخيرة أن الرد من غزة جاء انتقائيا أيضا، لم تشارك حركة حماس في المعركة، بدت شأنها شأن السلطة في الضفة الغربية غير معنية بجلبة النار التي هطلت على القطاع. غاب قادة حماس عن واجهة الحدث. التزم جناح الحركة العسكرية المفترض نظريا أنه قريب من طهران بقرار القيادة السياسية بأن المعركة لا تعنينا. بدأ أن وحدة الفصائل في غزة تتفكك، وأن الانقسام الفلسطيني بات أكثر تشظيا من مجرد خلاف بين فتح وحماس وبين الضفة والقطاع. في التحليل أن مصالح تقاطعت بين نتنياهو وحماس، تعززت حظوظ نتنياهو السياسية في إسرائيل، فيما تقدمت حماس بصفتها شريكا تقبله إسرائيل في أي تسوية لاحقة محتملة. هنا فقط قد نفهم هرولة حماس المفاجئة للقبول قبل ذلك دون شروط بخوض انتخابات تشريعية اقترحها رئيس السلطة محمود عباس. ففي ذلك توق ربما إلى غزو شرعية سياسية عامة تخرجها من غزة نحو المشهد الفلسطيني العام. طبعا لكن بعد ذلك بأيام، أيام قليلة ما بين وقف اطلاق النار، أعتقد وقف اطلاق النار كان قبل يومين من إعلان الوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن هذا التفصيل الجديد، اعتراف أمريكي لأول مرة بشرعية هذه المستوطنات. الأمريكيون عادة لم يعترفوا قبل ذلك، اعتبروا أن المستوطنات غير شرعية، وهذا تفصيل لا أعرف إذا كان له
علاقة بما حدث في غزة. أستاذ محمد مشارقة، أهلا وسهلا بك، حضرتك مدير مركز تقدم للسياسات في لندن. هل لفتك الحدث الغزي قبل أن نتحدث عن ما حدث في واشنطن؟ يعني بدون شك، يعني إذا وضعناه في إطاره في الإطار السياسي، فهو جزء من العملية المستمرة الإسرائيلية لكي الوعي الفلسطيني كي يستسلم استسلاما نهائيا. وإذا ذهبنا أكثر بالتفاصيل، فهو استهدف فصيلا بعينه لديه ارتباطات إقليمية وتحديدا في العاصمة طهران، وهو جزء من الجبهة العالمية للمقاومة التي أعلنت في ديسمبر العام الماضي، وتشكلت من مجموعة من القوى والحركات المسلحة والسياسية في العالم العربي، والتي اتفقت جميعها على ميثاق شرف إذا ما تعرض أحد الأطراف لعدوان ستشارك باقي الأطراف في الرد. وبالتالي يمكن اعتبار ما جرى عمليا هو في إطار رسائل متبادلة بين طهران وتل أفيف. وفي نفس الوقت فعلا تعتبر هذا موضوع إسرائيلي إيراني، ليس موضوع له علاقة إسرائيل غزة، يعني ليس لا يندرج تقليديا كما كانت الهجمات السابقة الإسرائيلية على غزة. المستهدف هو القائد العسكري للجهاد في قطاع غزة، ولم يستهدف قيادي آخر، رغم أنه بنك الأهداف الإسرائيلية كما يعلن دائما للقيادات الفلسطينية دائمة، والذي أوقفها في إطار المساعي دائما التي كانت تدخل للتهدئة، كانت تدخل لوقف الاغتيالات، وهم يقولوا لدينا تفاصيل نستطيع اغتيال من نشاء في قطاع غزة. وبالتالي استهداف أبو العطاء عمليا هو كان بهدف واضح برأيي، هو إرسال رسالة للجهاد ورسالة لإيران، وفي إطار الحرب المستمرة على القوى التي تعرف باسم قوى المقاومة في المنطقة وقطاع غزة على وجه التحديد. سأستشير أيضا من الخليل أستاذ عادل شديد، حضرتك خبير في الشؤون الإسرائيلية، هذه القراءة الأستاذ محمد مشارقة حول هذه العملية في غزة وكأنها ضمن إطار الحرب المفتوحة ما بين إسرائيل والميليشيات الإيرانية سواء كانت في العراق في سوريا أو في غزة، هل توافق على هذه القراءة؟ يعني استهداف بهاء أبو العطا في غزة بتقدير يعني ممكن ربطه بالقضية الفلسطينية وبالحال الاشتباك الحالي ما بين غزة والمقاومة في غزة مع إسرائيل، وفرضية الموضوع الإيراني موجودة، ولكن في محاولة اغتيال أكرم العجوري في دمشق. بتقديري إسرائيل أرادت رسالتين استراتيجيات في هذا الموضوع. الرسالة الاستراتيجية الأولى مرتبطة بمحاولة اغتيال في دمشق، هي رسالة للمنطقة أنه إسرائيل الوحيدة القادرة ونتنياهو الوحيد القادر على حماية بين قوسين الشرق الأوسط وخصوم إيران من إيران عبر محاولة اغتيال في دمشق مسؤول بالجهاد الإسلامي. فموضوع غزة الموضوع مرتبط أكثر بالعلاقة الغزوية مع إسرائيل ومحاولات ما يسمى بالتسوية أو الهدوء أو الهدوء وما شابه. أستاذ عادل سأعود إليك لأنه أسئلتي كثيرة يعني متعلقة أيضا في هذا يعني في هذا الاستراتيجية الإسرائيلية، لأنه أيضا يجب التذكير أنه بعد هذا الحدث تم إطلاق صواريخ من داخل الأراضي السورية ضد إسرائيل، وقيل أن هذه الصواريخ مصدرها إيراني، وبعد ذلك حصل هذا الرد الإسرائيلي المعروف. لكن أيضا بانتظار أيضا إصلاح الصوت تقنيا معك دكتور صفيان أبو زايد، حضرتك كاتب متخصص أيضا في الشؤون الإسرائيلية في رام الله، كيف نظرت إلى هذا الحدث الغزي هذه المرة؟ ليس فلسطينيا، سنناقش ذلك لاحقا، لكن إسرائيليا، أولا هل هناك حسابات إسرائيلية داخلية لها علاقة يعني مستقبل نتنياهو نفسه، ولكن أيضا هل لها علاقة بالقراءة الاستراتيجية للأمن الإسرائيلي في أن يضربوا أي منابر بين مزدوجين إيراني أينما كانت؟ يعني أولا اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا هو لم يكن قرار اللحظة. في 2012 حاولت إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا، وفي 2014 في عدوان 2014 أيضا حاولت أن تغتاله ونجا من محاولتي اغتيال على الأقل، لكن هذه المرة القرار اتخذ منذ فترة طويلة على الأقل بعد إطلاق الصاروخ على المؤتمر الذي كان
او خلال المؤتمر الذي الانتخاب الذي عقده نتنياهو في أسدود، ولكن كما يقول الإسرائيليون لم يتمكن نتنياهو من إعطاء الأوامر للجيش لأن المستشار القضائي اعترض وقال إن هذا الخطوة تحتاج إلى اجتماع الكابينيت الأمني، ولأنه قد تجر إسرائيل إلى معركة مفتوحة، وبالتالي القرار لم يكن لحظي. ثانيا، في اعتقادي وإن كان نتنياهو أراد التصعيد في غزة تصعيد محدود لعدة أيام، أولا لإشغال الرأي العام الإسرائيلي عن موضوع ملفات الفساد المتهم بها والتي سيعلن عنها هذا المساء المستشار القضائي للحكومة، بمعنى قد يعلن عن توجيه لائحة اتهام بالفساد على الأقل في قضية أو قضيتين. نتنياهو كان معني أن يحرف هذه الأنظار. إضافة إلى ذلك موضوع تشكيل الحكومة، أراد أن يقول أن تشكيل حكومة وحدة وطنية بشروطه وجلب غانتس إلى طاولة المفاوضات وإبداء ليونا، وثالثا وهو نجح في ذلك إلى حد كبير إغلاق الطريق أمام تشكيل حكومة ضيقة تعتمد على شبكة أمان من القائمة العربية المشتركة، رغم أن ليبرمان لم يتوقع أحد أن يشارك في مثل هكذا حكومة لأنه برنامجه السياسي مبني على العداء للقائمة المشتركة والعداء للعرب، فهو لا يستطيع أن يغامر في مستقبله السياسي المستقبلي من أجل حكومة ضيقة قد لا تطول. دكتور سفيان، ثمن هذه يعني هذه الأسباب إسرائيلية داخلية، حضرتك يعني تحدثت وقلت أنه كان يريد معركة محدودة، بمعنى هل كان لديه المعطيات التي ستؤكد أن هذه المعركة محدودة وأن الطريقة التي خيضت فيها بمعنى ضرب أهداف للجهاد وبمعنى عدم الرد إلا من الجهاد، وكأنه كان بالصورة، يعني هذا أحد المؤشرات. لا شك أن الإسرائيليين يعملون على سيناريوهات، بمعنى لو اغتلنا بهاء أبو العطا كيف سيكون رد الجهاد، كيف سيكون رد الفصائل، هل حماس ستشارك أو لا تشارك، هل المعركة ستطول، هل الجهاد سيستخدم كل الأسلحة التي لديه وهو لديه أسلحة وصواريخ قد تصل إلى قلب تل أبيب وما بعد تل أبيب، وإسرائيل هي التي تقول ذلك ليس أنا ليس لدي معلومات. وبالتالي هم يعملون على سيناريوهات. السيناريو الأفضل كان بالنسبة لهم أن ينفذوا عملية الاغتيال، أن يرد الجهاد لعدة أيام ويتم استيعاب هذا الحدث. سأعطيك مؤشرا لماذا إسرائيل ساهمت في أن لا يطول مدى العدوان أو تطول مدى الحرب. أولا، رغم أن هناك حوالي 36 شهيد فلسطيني خلال أيام العدوان، إلا أن هذا العدد لو أرادت إسرائيل كان ممكن أن يكون 360 وكان يمكن أن يكون 3000، ولكن حاولت أن تتجنب قدر الإمكان قصف أماكن سكنية. الحدث الوحيد الذي حدث وإسرائيل قالت أنها لا تعلم وغير ذلك هو مع عائلة السواركة التي استشهدت العائلة كاملة عندما قصفوا منزلهم. ولكن بمعنى إسرائيل معظم القصف تبعها كان لأماكن فارغة واستهدفت مقاومين يطلقون الصواريخ وفاعلين في رغم أن هناك أطفال وهناك مدنيين. طيب، سأناقشك لاحقا دكتور سفيان حول هذا المشهد، مشهد جديد في السياسي في غزة. سأوجه السؤال مباشرة إلى الأستاذ خضر حبيب وحضرتك قيادي بحركة الجهاد الإسلامي. طبعا الأسئلة كثيرة حول لماذا إسرائيل استهدفت الجهاد دون حماس، والأسئلة أكبر لا أعرف إذا كان أصبح هناك جواب، لماذا الجهاد وحدها هي التي بقيت في هذه المعركة لوحدها؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بكل تأكيد العدو الصهيوني هو عدو محتل مجرم، نواياه عدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني،
وهو بالمناسبة يشن عدوان متواصل على شعبنا الفلسطيني، يأخذ أشكال متعددة هذا العدوان، فبتقديري في كل أماكن أرضنا المحتلة في الضفة وفي غزة وفي كل مكان هناك عدوان مستمر ومتواصل ويأخذ أشكال متعددة من قبل العدو الصهيوني. بكل تأكيد العدو الصهيوني يعني أراد أن يعني يختبر جاهزية المقاومة، وقبل أن يغتال الشهيد بهاء أبو العطا كان إعلامه منذ فترة وهو يروج ويحرض باتجاه الجهاد الإسلامي، رغم أن الجهاد الإسلامي يعني فصيل منضبط وملتزم بما تم. هل لديكم تفسير أستاذ خضر حبيب؟ هل لديكم تفسير لماذا إسرائيل تستهدف الجهاد الإسلامي فقط؟ طبعا بعض التقارير الإسرائيلية تحدثت لأن هذا الفصيل هو الأقرب إلى إيران، هل هذا البعد تقرؤونه بهذا الشكل؟ هذا ليس بصحيح، وإنما هي ذرائع يتخذها العدو الصهيوني لتبرير جرائمه بحق شعبنا وبحق حركة الجهاد الإسلامي وبحق كل المقاومين على الساحة الفلسطينية. الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، فكل الشعب الفلسطيني وكل المقاومة هي مستهدفة من قبل العدو، لكن العدو يعني أراد أن يستفرد بإحدى الفصائل بحركة الجهاد الإسلامي ويختبر جاهزية هذه الحركة. بكل تأكيد أراد العدو الصهيوني أن يعني أن يضع معادلة جديدة. طب هو طبعا الأستاذ خضر يعني بشكل صريح إسرائيل طبعا أن تستفرد حركة الجهاد، فهذا يعني شيء غير مفاجئ، لكن المفاجئ أيضا أن تستفرد حركة الجهاد. كيف تفسر ذلك؟ كيف تفسر أن بقية الفصائل تركت حركة الجهاد لوحدها؟ هل هناك خلاف انفجر فجأة وأوقف النيران الأخرى الفلسطينية؟ يعني هذا ليس صحيحا بالضبط، وإنما هناك فصائل شاركت حركة الجهاد الإسلامي، نعم فصائل ليس بوزن حركة حماس أو القسام، لكن فصائل أيضا لها حضور مقاوم على ساحة قطاع غزة وعلى الساحة الفلسطينية، شاركت حركة الجهاد الإسلامي مثل المجاهدين والألوية وكثير من الفصائل المقاومة شاركت حركة الجهاد الإسلامي. القسام يعني لم يدخل في هذه المعركة لحسابات معينة، ونحن حقيقة يعني كنا ندرك أن هذه المعركة هي معركة يعني لن تطول ومحدودة، وأعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي أرسلت رسائل قوية للعدو الصهيوني وأوصلت رسائل مهم جدا. أستاذ خضر حبيب أن تتحدث عن حسابات لحركة حماس، طبعا نحن لا نريد السجال في هذا الموضوع. في القسم الثاني سينضم إلينا أيضا أحد المتحدثين عن حركة حماس أستاذ حازم قاسم، أيضا كي نفهم منه القرار العسكري والقرار السياسي، وما إذا كان هذا الاستفراد هو نهائي أم أنه كان ظرفيا. بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أبعاد في القسم الثاني معركة غزة قراءة الحدث وما بعدها. أتوجه أيضا مباشرة إلى غزة مع الأستاذ حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس. أستاذ حازم طبعا الأسئلة كثيرة حول ما جرى عسكريا في المعركة الأخيرة في غزة، لكن المفاجآت الكبرى أن هذه المعركة خيضت بين إسرائيل وحركة الجهاد، كان هناك نقي بالنفس من حركة حماس، هل بسبب هذه المعركة بالذات أم أن طبعا الأستاذ خضر حبيب منذ قليل تحدث عن حسابات لحركة حماس، إليك الرد. بسم الله الرحيم. حركة حماس وكتاب القسام هي موجودة عمليا في أرض الميدان وأرض المعركة. عملية الرد على اغتيال القائد بهاء أبو العطا تمت في إطار الغرفة المشتركة منذ أو بعيدة دقائق قليلة من إعلان استشهاد القائد أبو العطا. كان هناك تواصل ميداني على أعلى مستوى بين قيادة القسام وبين قيادة سرايا القدس للتشاور في آليات وشكل الرد وما يمكن أن يجري ميدانيا وما هو مطلوب من الغرفة المشتركة، لأن القسام والسرايا وغيرها من الفصائل الفلسطينية العسكرية هي موجودة ضمن غرفة مشتركة متفق عليها تم ترسيخها خلال العامين الماضيين. كان هناك تشاور واسع في آليات الرد وكيفية الرد.
بالتأكيد كان هناك موقف داعم من سواء سياسي أو إعلامي وحتى ميداني وعملياتي من كتائب القسام للسرايا بحقها بالرد على هذه الجريمة الكبيرة بهذا الاغتيال. كان هناك توجيهات دائمة قبل وبعد المعركة للأجهزة الأمنية بحماية ظهر المقاومة بكل مكوناتها سواء كتائب القسام أو سرايا القدس أو غيرها من الفصائل. التنسيق يعني أنتم في غزة فترة المعركة على الأقل منذ الانقسام الفلسطيني منذ عام 2007. أستاذ حازم حتى نفهم أكثر، هذه ليست أول معركة مع إسرائيل، لكن هذه أول معركة نلاحظ أن هناك فصيل واحد يستفرد في هذه المعركة. طبعا الأستاذ خضر حبيب تحدث عن حسابات لديكم ومن حقكم أنتم كحركة أن يكون لكم حسابات مختلفة، هل لديك فكرة أو بإمكانك تنويرنا حول هذه الحسابات التي بإمكاننا أن نقول يعني ممكن لسلامة القطاع لا تريدون توسيع هذه المعركة، أو لأن هناك تواصل مع عواصم أخرى أرادت منكم أن تكونوا بعيدين عن هذه المعركة؟ أي علامات أي أعراض بإمكاننا أن نفهمها من موقف حماس؟ أولا كان موقف حماس الواضح منذ بداية هذا أو ساعة الاغتيال بأنه الذي حدث جريمة ويجب على الاحتلال أن يدفع ثمن هذه الجريمة، ومن حق الفصائل أن ترد على هذه الجريمة بالطريقة التي تراها مناسبة. وهذا ما يعني أبلغناه لكل الوسطاء الذين اتصلوا بعد عملية الاغتيال، وهذا الموقف الميداني الذي أبلغ لكل مكونات العمل العسكري. القسام حاضر والتواصل مع السرايا كان واسعا وكبيرا والتشاور في كل تفاصيل المعركة. الأهم في هذا الإطار أن المعركة أديرت عبر غرفة مشتركة أنشئت خلال عامين ماضيين وترسخت بشكل واضح لإدارة جولات التصعيد مع الاحتلال. الغرفة قدرت آليات وطريقة التعامل الميداني وخرج الرد الذي شاهده العالم، رد كبير وواسع أربك حسابات الاحتلال وشل الجبهة الداخلية في إسرائيل، ووجدنا حديث بعد انتهاء المعركة عن كيف في ردود فعل التأثير الكبير لهذه الصواريخ الإسرائيلية. الآن ما حدث في عملية من يرد عن بعض قيادات حركة الجهاد يفهم منها أن هذه الغرفة لم تعمل، وفهم منها أيضا أن الحركة تركت لوحدها. سأعود إليك أستاذ حازم. أستاذ محمد مشارقة، ما رأيك بهذا الوضع؟ يعني أنا بعيدا عن العاطفة أو الشعبوية، وهذا ليس دوري، ربما الإخوة يتحدثون من واقع مختلف، لكن أنا سأتحدث. وللأسف أشعر أن هناك استهبال للعقل الفلسطيني، بمعنى وكأن الإخوة الآن يعيدوا اكتشاف العجلة. هناك يعني قواعد لكل حركات المسلحة التي واجهت أو حركات المقاومة التي واجهت احتلالا استيطانيا في هذا التاريخ الذي نحن جزء من يعني عشنا ظروفه. العمل المسلح والعمل المقاوم هو دائما يعني هو أعلى درجات النضال، لكنه عندما يصبح أو عندما يحل تحل النخب المنثمة الغريبة المستعدة للاستشهاد الأسطورية محل الشعب تفقد فكرة الكفاح المسلح والمقاومة معناها، لأنه الهدف هو ما الذي تريد أن تقوله بهذا؟ أقول أنه أنت عندما يعني بمعنى تطرح فكرة المقاومة ليس فقط هي الكفاح المسلح، بل عليك أن تختبر قدرتك على سحب الناس معك، حواضنك الاجتماعية، حواضنك الشعبية في إطار المقاومة ضد احتلال. هذه المعركة لا تحسمها مجموعات عسكرية، حولت هذه انتشر هذه المرة أنه ليس هناك بيئة جماهيرية أنا برأيي لا، الناس الآن أصبحت فقط في الاحتفال يعني معنا في الشهداء وغيرهم، لكن عندما تعود إلى البيوت تراجع كل الحسابات. أنت لم تستشرني في هذه المعركة ولم تسألني أنا. هذا موقف برأيك هذا الموقف الذي يبرر الموقف حماس؟ هذا أحد هذا أنا برأيي خلي موقف حماس، أنا برأيي هذا موقف الشعب الفلسطيني الذي جزء كبير هدمت بيوته والآن يتعرض لمجاعة وإهمال صحي وإهمال تعليمي وكله، وحتى الآن باسم المقاومة. أنت لم تفعل لي شيئا سوى لنخبك ومجموعاتك بمعنى لعشيرة أو قبيلة الحزب السياسي أو الحركة المسلحة هذه أو تلك. هؤلاء حلوا محل الشعب، وهذه معركة لا يمكن تحسمها مجموعات مقاتلة. هل حصل في تعبيرات شعبية في هذا الموضوع أم أنه الأمر أنت تسمع لي التعبيرات الشعبية؟ تفضل لتعطينا حماس التي تحكم قطاع غزة الآن كم عدد الذين يهاجرون أو يسعون للهجرة من قطاع غزة. أنا أقول أن هذه المسألة خطورتها أين؟
خطورتها أنه أنت الآن تصور للعالم بهاي الصواريخ 400 صاروخ لم يصاب إسرائيلي واحد. تصور للعالم بأنه أنت منتصر وأنت هناك وأن هناك معركة متكافئة بين جيوش بينما نحن نتعرض في كل المعارك التي قامت بعملية اغتيال وعملية تصفية وقتل ممنهج وتدمير لقطاع غزة دون أن تسأل الشعب الفلسطيني حقيقة ما رأيه بهذه المسألة. طيب. حتى الآن أنا برأيي هذا النهج الذي إحنا راجعناه كحركة مقاومة فلسطينية كل أطر منظمة التحرير الفلسطينية في كل تاريخنا النضالي عملية جرى مراجعة أن الكفاح المسلح هو أرقى أشكال النضال لكنه ليس الوحيد. علينا أن نشتغل على قواعدنا على ناسنا على أهلنا حتى يصمد الناس معنا. نحن أنا برأيي فشلنا فشلا ذريعا والآن استعضنا عن ذلك بالشعار والكلام الإنشائي الغريب حول المقاومة وحول الاستشهاد وحول التضحية وحول كل هذا لا يطعم خبزا في قطاع غزة. طبعا سأترك للضيوف نقاش هذه المسألة. أريد أن أعود إليك أستاذ عادل شديد من الخليل. حضرتك يعني متابع تماما لما يحصل في إسرائيل وبالتالي وجهات نظر إسرائيل. هل إسرائيل اعتبرت هذه المرة أنها حققت إنجازا انتصارا سابقة من نوعها أن تستفرد بفصيل واحد وأن الفصائل الأخرى لا تشارك؟ بأي معنى إسرائيل فهمت الأمر؟ يعني إلى حد ما ممكن أن تصور إسرائيل أنه عملت انتصار أو أحدثت إنجاز، وخاصة أنه يعني طبعا حديث الإخوان من غزة المتحدث باسم الجهاد أو حماس هنالك كما تحدث الأخ محمد أنه نتفهم حديثهم، ولكن بالقراءة العامة أعتقد أنه هنالك إجماع فلسطيني أنه في كان خلل كبير في الجولة الأخيرة، عدم مشاركة حركة حماس وجناح العسكري، مبررات حماس لم تكن مقنعة للرأي العام. إسرائيل الصحافة الإسرائيلية الخبراء الإسرائيليين كيف برروا ذلك؟ كيف فسروا ذلك؟ الخبراء الإسرائيليين يعني واضح تماما أنه قرار حماس عدم مشاركة كتائب القسام وحماس لم تأتي ردا على أن الجهاد الإسلامي ذهب لوحده للرد بدون استشارة حماس كسلطة موجودة في غزة، وإنما أنه هنالك قرارا لدى قيادة حماس. بكل الأحوال تسريبات الإعلامية العبرية قد لا تكون دقيقة، ولكن تم الحديث حول هذا الموضوع أنه كان في رسائل نقلت من خلال مندينوف وأطراف إقليمية أخرى ودولية إلى حركة حماس قبيل اغتيال الشهيد بهاء أبو العطاء، وأثناء واضح تماما أنه إسرائيل أرادت ليس يعني فقط مهم جدا أستاذ عادل يعني تقول قبيل العملية وكأنه قبل العملية تم الاتفاق مع حماس. ما هو أكيد أن الإعلام العبري الموجه بشكل مباشر من المؤسسة السياسية المسيطرة على السلوك والمفاعيل الأمنية تهيئ الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي منذ شهور لاغتيال بهاء أبو العطا وأن يكون اغتياله عنوان لجولة أو مرحلة شديدة. هذا موضوع لم يكن خافيا، وتحدث الدكتور سفيان حول هذا الموضوع. يعني نحن كمتابعين لما يحدث في إسرائيل كنا متوقعين تماما ما حدث مع الشهيد بهاء أبو العطا، ولكن لم نكن نتوقع التوقيت. الآن ما هو أكيد أنه نقلت رسائل لحركة حماس، سلوك حركة حماس ومحاولة التبرير في ظل غياب خطاب فلسطيني مقنع لعدم مشاركة حركة حماس أعتقد أنه يجعل العقل الفلسطيني يستوعب أن هنالك خلل. وبالمناسبة الذي دعم الرواية الإسرائيلية حديث الأستاذ زياد النخالي عندما أجريت معه مقابلة مع إحدى الفضائيات وتحدث بشكل واضح أنهم لوحدهم الآن بالقتال وبالمعركة إضافة إلى مجموعة من الفصائل الأخرى في قطاع غزة. أنا بتقدير أنه إسرائيل أرادت مسألتين وهي الخطورة بالموضوع. بالمناسبة إذا كانت حركة حماس أخطأت في عدم المشاركة أيضا حركة الجهاد الإسلامي أخطأت في أن تذهب للقتال والمفاوضات مع إسرائيل من خلال المصريين وغيرهم بشكل مباشر. لسنا قبائل الشعب الفلسطيني وحركة الوطنية الفلسطينية كفانا انقسامات. موضوع تجربة حماس وفتح والضفة وغزة يجب أن تشكل لنا درسا كبيرا. أعتقد مع كل احترام للإخوان في غزة من حماس وجهاد إلى أن ذهاب الجهاد الإسلامي للمعركة لوحدهم والأخطر من ذلك ذهابهم أيضا
بالمفاوضات مع إسرائيل لوحدهم، هذه سابقة تصب في مصلحة الإسرائيلي. هذا يفتح مجال لنقاش كافة الفرقاء. أستاذ عادل شديد أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الخليل. دكتور سفيان أبو زايدي، بغض النظر عن هذا السجال الذي لا أريده أن يكون داخليا فلسطينيا أمام هذا العدو، كيف تفسر هذا المشهد؟ أولا في إدانة لاستخدام العنف واستخدام المقاومة المسلحة تحت أي ثمن، أشار إلى ذلك الأستاذ محمد مشارقة، لكن أيضا في إدانة أخرى أنه الشعب الفلسطيني ليس قبائل كل فصيل يحارب إسرائيل. هل هناك خلاصة في هذا هل هناك أمثلات؟ هل هناك دروس بالإمكان استخلاصها مما جرى في غزة؟ يعني للأسف الشديد وما يؤلم جدا أن الفلسطينيين لا يستفيدون من أخطائهم ولا يتعلمون من تجاربهم ولا من تجارب الآخرين. وإذا ما عدنا إلى 70 عام الماضية من الكفاح الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، نجد أننا نمارس نفس الأخطاء ونكررها دوما دون أن نتعلم. للأسف الشديد هذه صورة ليست سوداوية، ولكن هذا هو الواقع الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن. بالنتيجة نحن كفلسطينيين اخفقنا في الوصول إلى الهدف المشروع، ليس فقط بسبب المؤامرات الدولية وخذلان القريب والبعيد، بل أيضا أحد الأسباب أننا نحن كفلسطينيين نتحمل مسؤولية خلافاتنا وانشقاقاتنا ومناكفاتنا وارتجالاتنا، وكل فصيل أو كل جهة تحاول أن تثبت أنها هي القادرة، ولا أحد عمليا قادر على أن يقود هذه السفينة الكبيرة الضخمة لوحده. ولكن عودة إلى ما حدث بالتحديد وموضوع النقاش وهو اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، في اعتقادي أن إسرائيل خرجت مهزومة من هذه المعركة، بمعنى أن إذا كانت اقتالت أحد القيادات الفلسطينية الميدانية وفصيل واحد هو الذي تولى الرد وهو الجهاد الإسلامي، وهذا الفصيل على مدار ما يقارب الأسبوع استطاع أن يشل نصف الحياة في إسرائيل، وكانت إسرائيل على وشك أن توقف الطيران في مطار اللد. هذا بالنسبة لإسرائيل وتقييمها هذا أمر صعب جدا، فما بالك لو دخلت أيضا حماس في هذه المعركة، الوضع سيكون صعب. بمعنى التقديرات الإسرائيلية أن إذا كان الهدف هو تعزيز أو ترميم قوة الردع الإسرائيلية من خلال اغتيال بهاء أبو العطا، إسرائيل خرجت فاشلة في تحقيق هذه المهمة. بالعكس، قدرة الردع الإسرائيلية تآكلت بعد هذه المعركة، وهذه نقطة مهمة جدا، أهم بكثير في تقديري. قد يذهب البعض دكتور سفيان باعتبار أنه هذا يعني إجراء عسكري، تقوم إسرائيل بالضرب وإذا ما رد عليها فتقوم يعني بحالة طوارئ عسكرية، لا يمكن يعني اختصارها بكلمة نصر أو إلى ذلك. لكن أريد أن أتجاوز الموضوع العسكري أستاذ خضر حبيب من غزة. طبعا بعد أيام على هذه المعركة هناك فصل جديد مما يطلق عليه بصفقة القرن، باعتراف إسرائيل بأن المستعمرات أو المستوطنات الإسرائيلية هي شرعية وبالتالي إسرائيلية. قبل ذلك حركة حماس كانت أعلنت أنها توافق على إجراء انتخابات تشريعية كان دعا إليها الرئيس محمود عباس. كل هذه الظروف، كل هذا الانقسام، كل هذا الضغط الدولي والداخلي، ألا يدفعنا ويدفعكم جميعا إلى هذه الوحدة المتوخاة المنتظرة التي أصبحت مستحيلة داخل المشهد الفلسطيني؟ ومن المسؤول عن، كما أشار دكتور سفيان أبو زايدي، من المسؤول فعلا عن هذا الانقسام حتى الآن؟ يعني بكل تأكيد عملية الانتخابات هي عملية ديمقراطية، ولكن هذه الانتخابات رأي حركة الجهاد الإسلامي، رغم أننا لا نشارك في هذه الانتخابات، لكن نحن نريد انتخابات تكون مخرج لنا من هذه الأزمة على الساحة الفلسطينية، وليس كما يريد الطرف من أطراف الساحة الفلسطينية، وهي السلطة للأسف هي تريد إعادة إنتاج أوسلو من جديد. السلطة وحماس يا أستاذ، وأوسلو هو سبب الكارثة.
يعني أوسلو في تقديره هي سبب المأساة على الساحة الفلسطينية، هو سبب رئيسي ومباشر لهذا الانقسام الذي حقيقة أضر بشعبنا وبقضيتنا وأعطى لعدونا الصهيوني فرصة كبيرة. يعني تجاوزنا موضوع أوسلو من 93، تجاوزنا الموضوع. نحن حاليا في عام 2019، هناك حقائق على الأرض. أولا هذا الانقسام الفلسطيني تشظى، اليوم نتحدث عن انقسام داخل قطاع غزة. أنا لا نتمنى ذلك، لا أريد أن تطمئن. إذا كان حصل حوار داخلي بين الفصائل يحول يعني سوء التفاهم الذي حصل في آخر معركة إلى أو يجنبه أن يصبح انقساما، هي أولا. ثانيا أي فيتو أو أي محاذير من الانخراط في العملية السياسية الكاملة بانتخابات تشريعية ورئاسية، كل ذلك هل لديكم تحفظ على هذه الأمور؟ يعني نحن في حركة الجهاد الإسلامي لدينا موقف واضح من موضوع الانتخابات. نحن قطعنا اتفاق أوسلو وقطعنا كل ما أفرزه اتفاق أوسلو من انتخابات ومن سلطة حقيقة، لأننا ندرك أن هذه السلطة حقيقة يعني لم تعطى للشعب الفلسطيني حبا في سواد عيون الشعب الفلسطيني، ولا يقظ الضمير من هذا العالم الذي لا ضمير له، وإنما العدو الصهيوني وقوة وأمريكا والرباعية وقعوا مع الشعب الفلسطيني هذا الاتفاق لأنهم يدركون مفاعيل هذا الاتفاق داخل الساحة الفلسطينية. وهذا هذا الاتفاق الكارثي نعم هو حدث في 93، لكن تداعياته لازالت تعيشها الساحة الفلسطينية ويؤثر تأثير كبير جدا على الساحة الفلسطينية من خلال إنتاجه لهذا الانقسام المقيت الذي حقيقة شتت الجهد الفلسطيني وأعطى العدو الصهيوني فرصة كبيرة للانقضاض على حقوق شعبنا الفلسطيني ولفرض ما يريد من وقائع مشروع على حساب. في القسم الأخير سأحاول أفهم أكثر تداعيات ما جرى في واشنطن، هذا الإعلان في واشنطن على الداخل الفلسطيني. طبعا نحن نعرف أن هناك على الأقل يعني مؤتمر وزاري عربي يوم الاثنين المقبل يناقش هذه المسألة. لا أعرف في الداخل الفلسطيني إذا كان هناك خطوات ستتخذ على الأقل باتجاه هذه الوحدة المتوخاة. طبعا السؤال الأول سيكون في الفصل الأخير للقيادي في حركة حماس أو المتحدث باسم حركة حماس أستاذ حازم قاسم، حتى نفهم أيضا موقفه من الانقسام وموقفه من الانتخابات التشريعية بعد الفصل. معركة غزة، قراءة الحدث وما بعده. أستاذ حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، الكثير قيل حول طبعا الموقف واضح، سواء كان حماس أو الجهاد أو فتح أو أي فصائل أخرى كلها مدينة، طبعا إضافة للأوروبيين والعرب وكل العالم مدين ومستنكر لما صدر من واشنطن على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو. لكن قبل ذلك أريد أن أسأل حول هذه الهمة، هذا الحماس لحركة حماس على الذهاب إلى انتخابات تشريعية دون شروط هذه المرة، كان طلب فيها الرئيس عباس. الكثير قيل أن هناك ضغوط إقليمية وأن الدول تدخلت في هذا المجال، ما هي القراءة، ما هي النسخة، ما هي الرواية الأخيرة لحركة حماس حول هذا الأمر؟ نعم، قبل موضوع الانتخابات يجب أن نثبت أمور لا يجب أن نمر عليها مرور الكرام. تفضل. أولا حماس كانت دائما في الميدان ولم تخرج منه. في التصعيد الأخير كان هناك شهداء لحماس بعد وقف إطلاق النار، قصفت مواقع لحركة حماس من قبل احتلال الصهيوني. لا يوجد أي خلاف الآن لا ميداني ولا سياسي بيننا وبين الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي. تواصلت القيادتان السياسية في الأيام الماضية وستجلس في قادم الأيام من أجل ترتيب الوضع الداخلي وترتيب الوضع الميداني. حتى كان هناك وحصلت اتصالات في إطار غرفة مشتركة بين قيادة القسام وقيادة إسرائيل لترتيب الوضع الميداني بعد هذه الجولة، والجميع مصر على أن تبقى الغرفة المشتركة موجودة وتدير العمل العسكري داخل قطاع غزة. بالمناسبة الغرفة المشتركة ستصبح أكثر حضورا وأكثر قوة وأكثر تعزيزا وأكثر وأعلى تنسيقا في قادم الأيام. على بعد هذا التصعيد سمعنا من قيادة الجهاد الإسلامي إصرارهم على تمسكهم بهذه الغرفة كإنجاز وطني ومفخرة وطنية حقيقية لن نتخلي عليها. يجب أن يكون هذا الأمر واضحا وثابتا، لا خلاف بيننا وبين الإخوة في الجهاد الإسلامي. لم نسمع منهم إلا إصرارهم على مواصلة التنسيق والعلاقة القائمة بين يعني حماس والجهاد. علامات الانقسام ليست تحليلية بين حماس والجهاد، أن تكون بينه وبين كل الفصائل الفلسطينية. هذه علامات الانقسام ليست تحليل،
صدرت عن الأستاذ زياد نخال هو الذي تحدث أن حركة الجهاد كانت مستفردة، ولذلك نحن نتابع الحدث. لكن أريد أن أفهم منك الموقف حركة حماس موضوع الانتخابات، إلى أين أنتم ذاهبون؟ نعم، وسمعنا من قيادات المجاهد الإسلامي أيضا عبر الإعلام كلام متعلق بتمسكهم بالغفرة المشتركة وتفهمهم لكل مجريات التصعيد الذي حدث. الآن موضوع الانتخابات الموقف واضح، لا يوجد ضغوط ولا يوجد أي تدخل دولي في قرار حماس أو تدخل إقليمي. حماس قررت منذ البداية الدخول في الانتخابات، منذ أن كانت حماس قبل أن يطلق عليها هذا المسمى، دخلت في انتخابات نقابية وطلابية قبل الانتفاضة الأولى، ثم دخلت شاركت في انتخابات التشريعي وحصلت على الأغلبية الكاملة في عام 2006. بمعنى هذا فكر أصيل عند حماس أن تدخل في العملية الانتخابية وأن تحتكم إلى صندوق الاقتراع، وحققت إنجاز وفوز كبير في 2006. الآن حينما رأت أن هناك فرصة للانتخابات والرئيس تحدث عبر الأمم المتحدة بالدعوة للانتخابات، كان موقف حماس حاضر بعد دقائق بسيطة، أقل من ساعة كان موقف حماس أنها جاهزة للانتخابات ويجب أن نجلس من أجلها. حينما أتى الدكتور يعني قبل ذلك كان طبعا موقف حركة حماس كان دائما إيجابي في هذا المجال، لكن دائما كان في شروط انتخابات رئاسية، انتخابات تشريعية، تزامن كل ذلك، فجأة سقط كل ذلك يعني، وهو شيء جيد، لكن يعني نحن نفتش عن التفسير. التفسير واحد، أنه هذا حق الناس أن تختار من يمثلها في المجالس المختلفة التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني، أنه هذا ممكن أن يكون مسار لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وبناء نظام سياسي يشارك فيه الكل الفلسطيني بعيدا عن استفراد السلطة الحاصل، أن هذا حق أصيل للشعب يجب أن نحترمه بكل الأحوال. هذه فرصة، لأنه فعلا ما نمر به في الحالة الفلسطينية هو وضع معقد وصعب. هناك إدارة أمريكية تتخذ قرارات متتالية لتصفية المكون الفلسطيني على مستوى المقدس والأرض والإنسان، هناك حكومة متطرفة تزداد تطرفا في تل أبيب، هناك يعني انشغالات بينية في الإقليم عن القضية الفلسطينية إلى حد ما، بالتالي لابد أن نرتب هذه الحالة الفلسطينية. حماس قدمت كثيرا في مجال المصالحة، ومعروف حجم التنازلات التي قدمتها قبل عامين خصوصا. الآن رأينا هناك نافذة ندخل بها إلى حالة وحدة حقيقية من خلال هذه الانتخابات. إذا قدمنا مرونة واسعة وكبيرة من أجل أن ننجز هذا الوطني، قدمنا مرونة. ابقى معنا أستاذ حازم. أستاذ محمد مشارقة في هذا الشأن، المشهد حاليا يعني طبعا أنا كمراقب لا أشعر أن هناك أي شيء يدفع الفلسطينيين للوحدة، يعني سقوط القدس بين مزدوجين، سقوط الجولان بين مزدوجين، التخلي عن الأنوروا، طرد منظمة التحرير من واشنطن، يعني الاعتراف بالمستعمرات الإسرائيلية، اعتراف بها ولا نعرف بعدين بكرة ماذا يحصل، غدا ماذا سيحصل، ومع ذلك كل ذلك ليس يعني لا أعرف التفسير، ما هو سبب هذا العقم الفلسطيني عن إنتاج حلول بديلة؟ لأن كلا الطرفين في الحركة الوطنية والإسلامية الفلسطينية في غزة ورام الله عمليا سقط في مستنقع سلطة وهمية بدت واضحة منذ عام 2000، أن لا أمل عمليا في وصولها إلى 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 مآلاتها بدولة وعاصمتها القدس والاستقلال الوطني. عمليا منذ 2000 إلى اليوم ونحن نلاحظ عمليا هذا التراجع، تراجع الجانب الإسرائيلي وعمليا عن كل المشروع الاتفاق الذي احنا سرنا معه او به في اطار اتفاقات اوسلو. ولذلك الان يتعمق فعلا القطيعه والشرخ والهوى بين الشعب الفلسطيني وقيادته ونخبه عمليا التي تتعفن حقيقه في اطار هذه السلطه سواء كان في غزه او في الضفه الغربيه، وليس من حقهم ان يدعوا اخواننا كذلك في قطاع غزه في حركه حماس يعني سقطوا أيضا في ذات الألاعيب التي إحنا سقطنا فيها، بمعنى أنه يراعي الآن موضوع الكفاح المسلح، يراعي الجانب الإسرائيلي، ودخل في أكثر مرة في مسلسلات التهدئة، كما وهو هذا نفس الشرط الذي كانت حماس تدين به السلطة الفلسطينية في إلى أي مدى التناقضات الإقليمية مسؤولة عن الموضوع، ولا أي مدى الوحدة الإقليمية إذا حصلت أيضا قد تتداعى إيجابيا على وحدة داخلية فلسطينية؟ أنا دائما أقول أن المشكلة هي فلسطينية أولا، أن العامل الذاتي هو أولا، هناك عمليا في فساد أخلاقي وفساد سياسي
في غزة ورام الله. هؤلاء لا يريدوا ترك عمليا أو البحث عن مداخل من أجل وحدة فلسطينية من أجل انتخابات سريعة عمليا تنهي هذا الاستئثار هنا هناك، أو ربما مراجعة كل شكل السلطة الفلسطينية تحت الاحتلال. هذه أسئلة صعبة لا يمكن لطرف ما أن يحلها بمفرده. نحن بحاجة إلى استعادة عمليا هذا الأطر الوطنية الجامعة التي نناقش فيها مصير القضية الوطنية الفلسطينية التي تتراجع الآن يوما بعد يوم، والخطوة اللاحقة الآن التي تحدثت بها إسرائيل ضم كل منطقة الأغوار عمليا والإبقاء على معازل في المدن فقط، وكذلك الاستيلاء على ما تبقى من مناطق سي، مناطق اللي هي عمليا تمثل 60% من أراضي الضفة الغربية. إذا عمليا لم يبقى شيء نتحدث عنه. تعالوا ارجعوا إلى الناس لنعاود نكرس يعني بمعنى مفهوم التشاور ومفهوم المراجعة ومفهوم الوحدة، لأنه الذي يجري هو يعني مسألة عبثية لم يعد الشعب يعني يستسيغها. وأتصور أن الشعب الفلسطيني بات ليس بعيدا عن انتفاضة ضد كل ما يجري. قبل أن أذهب إلى دكتور سفيان أبو زايدي لسؤاله حول نفس المشهد، سؤال أخير أستاذ خضر حبيب من غزة، هل لديك شكوك بأن ذهاب حركة حماس إلى الانتخابات التشريعية هو استفراد آخر غير الاستفراد العسكري؟ هل حضرتكم جاهزين للذهاب إلى مشاركة في هذه الانتخابات رغم أن كل تحفظاتك التي ذكرت على اتفاقات أوسلو؟ هل تشعر أن هناك ما يحاك فلسطينيا مع الإقليم بإمكانها أن يأتي على حسابكم هذه المرة؟ يعني بالنسبة لموضوع الانتخابات، هذا اجتهاد لإخواننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحماس شاركت في 2006 وفازت فوز كبير على حركة فتح، ولكن للأسف الذي أحدث هذه الأزمة على صعيد الساحة الفلسطينية هو عدم اعتراف المجتمع الدولي بنتائج هذه الانتخابات، مما أحدث يعني إشكالية كبيرة على الساحة الفلسطينية، وأنتجت هذه الإشكالية أنتجت هذا الانقسام الكبير والمقيت والضار على صعيد الساحة الفلسطينية. أما موقف حركة الجهاد الإسلامي، فحركة الجهاد الإسلامي يعني من خلال فهمها وقراءتها للواقع أننا لازلنا في مرحلة التحرر الوطني، ويجب أن تنصب كل الجهود، جهود الجميع، من أجل مقاومة هذا المحتل وكنس هذا الاحتلال عن أرضنا، وبعد ذلك نحن نقيم بحريتنا وبإرادتنا النظام السياسي الذي شكرا نريد. أستاذ خضر حبيب، كنت معنا من غزة، حضرتك قيادي بحركة الجهاد الإسلامي. دكتور سفيان أبو زايدي، لا أعرف إذا كان لديك معلومات، لديك يعني تطل أكثر على المشهد الفلسطيني الداخلي، هل نحن ذاهبون، هل يعني مجرد أن توافق حماس على المشاركة في الانتخابات هل هذا مدخل حقيقي؟ هل هناك في الإقليم من يريد هذه الوحدة الفلسطينية، أو أنه في الإقليم من لا يريد هذه الوحدة الفلسطينية؟ معطياتك حول هذا الأمر. يعني أولا، هو إجراء الانتخابات هو مطلب شعبي، هو ليس المنقذ الوحيد للحالة الفلسطينية، ولكنها خطوة ضرورية جدا جدا من أجل إعادة ترميم البيت الفلسطيني الداخلي، على أمل التقدم في خطوات أخرى. الانتخابات ضرورة، يعني كان الجميع يأمل أن تكون تأتي الانتخابات بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية وبعد اتخاذ عدة إجراءات، وأن تكون هذه الانتخابات متزامنة تشريعي ورئاسي ومجلس وطني إلى آخره، وبعد إتمام المصالحة، ولكن هذا الأمر لم يكن ممكنا، وبالتالي الرئيس عباس قرر أن تجرى انتخابات تشريعية أولا، ويليها انتخابات رئاسية بعد 3 شهور. حركة حماس حسب علمي المؤكد أنها ستشارك في هذه الانتخابات، وقررت أن لا تكون عقبة في لتعطيل هذه الانتخابات، بمعنى القرار لدى حماس هو أن تقدم كل التسهيلات. حتى الآن حماس وافقت على كل الشروط التي طرحها نقلها حنا ناصر، الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، وربما هذا كان مفاجأة كثيرا للبعض،
ولكن هذا ليس له علاقة بأبعاد دولية أو غيره، لها علاقة بحسابات داخلية لدى حماس، ولا تريد أن تكون متهمة أحد هذه الحسابات، لا تريد أن تكون متهمة بتعطيل انتخابات ديمقراطية تجرى. الشعب الفلسطيني ينظر لها كأنها المخلص من هذا الوضع الفلسطيني. طيب. هذا طبعا يقودني دكتور سفيان، أريد أن أشكرك دكتور سفيان أبو زايدي، حضرتك كنت معنا من رام الله، لكن هذا يقودني أيضا إلى سؤال أخير للأستاذ حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس. طبعا حضرتكم وافقتم كما قال دكتور سفيان بدون أي شروط، وكانت الموافقة مفاجئة. أخبرني عن ردة فعل السلطة، هل ما زالوا يعني ناويين يعملوا انتخابات؟ إن شاء الله بعد الانتخابات. حماس ما يعنيها هو موقفها الواضح بأنه تقديم تسهيلات كاملة ومرونة كبيرة من أجل إجراء هذه الانتخابات، وهذا ليس موقفا مفاجئا. قدمنا قبل عامين وأكثر موقفا إيجابيا وكبيرا في موضوع المصالحة بعد حل لجنة إدارية وتسليم قطاع غزة واستقبال حكومة الدكتور حمد الله حينها، وموقف كان إيجابي وقدرته كل الفصائل الفلسطينية. ايضا كنا معنيين في هذا، لكن في يعني فقط انا اعرف اريد ان حضرتك المعلومات التي تملكها استاذ حازم، هل هناك انتخابات؟ هل بعد ان وافقت حركه حماس شعرتم بحماس في الضفه ام بتحفظ في الضفه؟ الان نحن ننتظر خطوات عمليه من الضفه الغربيه من قياده السلطه هناك والرئيس ابو مازن. نحن قدمنا يعني مروحه واسعه من المواقف الايجابيه والمرنه، نامل ان نقابل بموقف مشابه. ما زلنا ننتظر، نريد ان نحكم على الامور ولا ان نحاكم النوايا، لكن في كل مره كان ينقل الدكتور حنان ناصر التزام السلطه الواضح في موضوع الانتخابات، وانه سيصدر مرسوم بمواعيد محدده للانتخابات التشريعيه والرئاسيه. سمعنا موقفا واضحا منه بخصوص الانتخابات، نحن الان ننتظر المواقف الايجابيه بالانتظار. استاذ حازم قاسم اشكرك جزيلا، ودائما سنقابل هذه المواقف بمواقف ايجابيه اكبر. غزه، شكرا جزيلا استاذ حازم. استاذ محمد مشارقه ب 30 ثانيه، انا بعرف ان لديك معلومات، ذاهبون الى انتخابات ام لا؟ وهل الانتخابات مطلوبه اقليميا دوليا واسرائيليا؟ أنا برأيي أنها مطلوبة باتت إسرائيليا وأمريكيا وحتى إقليميا، من أجل تجديد يعني شرعيات فلسطينية باتت مطلوبة لأي التفاصيل. أنا برأيي وهو دليل عجز أنا برأيي الحلول السابقة التي كانت تود التخلص من الإطار التاريخي للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لصالح رابط قرى. أنا برأيي الإصرار الآن على عقد الانتخابات ربما في الضفة الغربية ودون غزة يكون هو أحد الأهداف التي نمضي إليها. طبعا هذا باب بالنقاش أيضا حول هذه المسألة. أشكرك أستاذ محمد مشارقة مدير مركز تقدم للسياسات في لندن، دكتور سفيان أبو زايدي كاتب متخصص في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من رام الله، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس كان معنا من غزة، أستاذ خضر حبيب القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أيضا كان معنا من غزة، وأشكر أيضا أستاذ عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من الخليل. معركة غزة، قراءة الحدث وما بعده كان عنوان ونقاش أبعاد لهذا المساء. شكرا للانتباه إليكم.